بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي إن شاء الله معاكم فقرة معنية بالتصوير أو التصوير الفوتوغرافي بالأحرى. بنبتدي اليوم بنتكلم عن التكنولوجيا الموجودة في التصوير واختيار الكاميرا. مثل ما أنتم شايفين كاميرات الموبايل وصلت لـ40 بلس ميجا بيكسل، بس للحين الكاميرات الاحترافية لها طعم ورونق ثاني. إذا عندكم كاميراتكم البوينت اند شوت وأنتم تحسون أن هذه الكاميرا ما قاعدة توفي بحقها، مفروض أنه خلاص حان الوقت أن تتجهون حق كاميرات اللي هو SLR سنجل لينس ريفلكس. المتداول حاليا اللي نسميها DSLR اللي دي عبارة عن الديجيتال. سبب اختيارنا حق الكاميرات SLR DSLR تكون بسبب حجم السنسر اللي فيها، مثلا الكم أو نوعية العدسات المتوافرة حق الكاميرات هذه، كم كبير، مئات العدسات منها الزوم الوايد. بيكون عندي تحكم المانوال في تصوير أي صورة إن أنا حاب أصورها. يمكن البوينت اند شوت راح يعطيني تحكم جدا بسيط، يعني لما بجي أصور الصورة هذه ما راح أحس إن أنا اللي ملتقط الصورة، مجرد إن أنا بختار الفريم كليك وانتهى الموضوع. الاختيار الكاميرا SLR أو DSLR بنبتدي بسالفة البجت. يمكن معظم الأشخاص حالياً اللي قاعدين يتجهون نحو التصوير أو بيدخلون عالم التصوير، نشوفهم أنهم من الطلبة أو اللي للحين مصروفهم يكون من أولياء أمورهم، ما نبي نحط لود شوي على أولياء الأمور. بنقول أن أول شيء نقرره حق اختيار الكاميرا يكون عن طريق أن نحدد البجت أو المبلغ اللي إحنا راح ناخذ فيه الكاميرا هذه، وبعدين نقدر ان احنا نسأل والله بهذا المبلغ شنو نوع الكاميرا اللي احنا راح نقدر ناخذها. عندنا اكثر من براند موجود، نروح ناخذ كاميرا نجربها سواء في المحل سواء احد من الاصدقاء او حتى المصورين. ما اعتقد ان مصور بالبحرين راح يمنع شخص جاي لأنه بيسأل عن كاميرا، والله شنو الكاميرا اللي أنا راح أختارها، مش راح تنصحني فيه. إذا موجود الكاميرا عنده أخذ الكاميرا هذه، امسكها في يدك، هل مسكة اليد مناسبة لك؟ هل أنت تحس أن هذه الكاميرا إذا كانت في يدك بتكون هي الكاميرا الصح؟ أوكي. بعدين نشوف من العوامل اللي عندنا بعد، هل أنه قطع الغيار لا سمح الله، الكاميرا صادها شيء، صيانة، هل هذه الأشياء متوافرة موجودة عندنا في المنطقة أو في البحرين؟ وبعد اختيار الكاميرا نقدر نتجه والله حق أنواع العدسات المتوافرة هذه. ما نروح ناخذ لنا احنا جميع العدسات، يمكن كمصور مبتدئ ما عندي رؤية مستقبلية شنو نوعية التصوير اللي أنا حاب إن أدخل فيه. يعني عندنا مصورين يتخصصون في الوايلد لايف، في اللاندسكيبينج، الفاشن، البورتريتس، كل هذه الأمور لها عدسات إضاءات مختلفة. يمكن من الأشياء اللي احنا بنخليها حق وقت لاحق إن العدسات هذه ما نروح نخلي العبء علينا من البداية وناخذها، نقدر ناخذ العدسات البسيطة البدائية، العدسة اللي تجي مع الكاميرا كباكج واحد. عندنا العدسات الصغيرة هذه مثلا 50mm، عدسة صغيرة الاف نمبر فيها حلو صغير، سعرها جدا مناسب. وبعدين لما ندخل في المجال هذا وكل ما تمرسنا منه تمرسنا فيه وشفنا انه والله اخترنا نوعية التصوير او اخترنا المجال اللي احنا حابين ندخل فيه، نقعد نقارن في العدسات نوعية العدسات وشنو الأفضل حق الفيلد اللي راح ندخله. ونصيحتي حق أي شخص حاب إنه يدخل مجال التصوير، اسأل، ما في أحد فينا تعلم، ما في أحد انولد وهو عارف أي شغلة.
واحنا كلنا موجودين ان شاء الله نجاوبكم على اي سؤال، واذا في اي شيء انتم حابين تضيفونه لنا ان شاء الله حق الحلقات القادمه، نتمنى نحصل من عندكم النصائح. مشكورين.